الله الله على الأزهر الله 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 أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مش سألي نسمى الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ كما تعودنا كلمة عن الأزهر الشريف، هذه المؤسسة المباركة التي أكرمنا الله بها وأكرم بها هذا البلد الكريم. في كلمة نتكلم بها عن أحد شيوخ هذا المعهد العتيق العظيم، موعدنا اليوم مع الإمام النشرتي شيخ الأزهر. أمير الشعراء شوقي له قصيدة عظيمة بيمدح فيها الأزهر، يقول قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهرة. في بيت بيقول فيه واخش عمليا واقض حق إمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا. يعني هؤلاء الأئمة الذين رفعوا الأزهر على رؤوسهم على ظهورهم طلعوا به واقتحموا كل الصعاب كل الثورات وكل الحكام الظلمة وكلهم الأئمة واجهوا هذه المتاعب كلها. واخش عمليا واقض حق أئمة طلعوا به ظهرا، طلعوا به ظهرا يعني حاميه على ظهورهم، طلعوا به ظهرا وماجوا أبحرا. البحار كانت ذات أمواج عاتية ومع ذلك خاضوها في شأن هذا الأزهر الشريف. هذا الإمام الإمام محمد النشرتي ولد بلدة اسمها نشرت محافظ كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم وتلقى العلوم الأولية في بلدته ثم التحق بالأزهر الشريف. هذا الإمام وإن كان تمذهب المذهب المالكي لكن الله فتح عليه في كل العلوم، في علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة، أيضا في علوم التفسير، في علوم الحديث، في المنطق، في الأصول، ما شاء الله، حتى تخرج على يديه العديد والعديد من كبار العلماء من كل المذاهب. مثلا من الشيوخ الذين تخرجوا عليه الشيخ أبو العباس أحمد بن عمر الديربي الشافعي، الإمام الشيخ الصالح عبد الحي بن الحسن بن زين العابدين، الإمام الفقيه المحدث الأصولي المتكلم شيخ الإسلام الشيخ أحمد بن الحسن بن عبد الكريم الشافعي. سبحان الله العظيم، يعني هذه من النعم الكبرى التي يمن الله بها على بعض خلقه أن يوفق لهم تلاميذ أوفياء يستوعبون علومهم ثم ينشرونها من بعدهم، فكأن الشيخ لا زال موجود وعلومه تنشر في الخلق. هؤلاء التلاميذ الكبار أو الأئمة الكبار استوعبوا علم شيخهم ثم قاموا به ونشروه بعد وفاته، وده ربما كان أكثر أفضل وأكثر من المؤلفات التي يتركها كثير من العلماء. بعض العلماء المولى تبارك وتعالى يفتح عليهم ويكتبوا مؤلفات تبقى بعد رحيلهم. هذا الشيخ لم تعرف له مؤلفات مشهورة ولكن يعرف له تلاميذ كبار أئمة حملوا علمه واستوعبوه ثم صاروا ينشرونه في الناس بعد وفاته. هذا الإمام
انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى سنة 1120 هجرية، 1120، وهو كان تولى سنة 1106، يعني تولى في مشيخة الأزهر خذ 14 عاما وهو شيخا وهو شيخ للأزهر. طبعا مشيخة الأزهر كانت زمان ليست بحبوة ولا بوساطة ولا بولاية من الحاكم، كان هناك شيوخ للأزهر يجتمعون، من الذي أحق بمشيخة الأزهر؟ فلان، من خلال الذي كانوا يسموا زمان هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء لم يكن للسلطان ولا للحاكم ولا حتى للملك أي سلطة على تعيين وولاية شيخ الأزهر. الشيخ أحمد طيب الآن بيحاول أن يعيد يعني هذا المسمى إلى مكانه الآن، ربنا سبحانه وتعالى يوفقه إن شاء الله. توفي الشيخ وكان يوما مهيبا عظيما في مصر القاهرة، حيث كل الأزهر خرج إلى تشييعه ومعهم حكام والولاة والأمراء والوجهاء، وبعد أن واروا جثمانه في المقابر عادوا إلى الأزهر وجلسوا يختمون القرآن على روحه، ودي كانت يعني حاجة طيبة من التلاميذ الأوفياء والطلاب الأوفياء لشيخه. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله وش سألي نسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرده المتشاد.